عقلي المحترم. أنا أناشدك مناشدة الطيبين، أنا من محافظة بصرة، مدير مدرسة من 74 وطلعت تقاعد، وأنا ساكن في مستأجر بيت من وزارة المالية في محافظة بصرة من سنة 85 ولحد الآن، ودافع أجارات لحد 2004، وصاحب أولاد، 5 أولاد، وابن ابني 6 عوائل، 7 عوائل احنا بهذا البيت اللي مستأجره. اجوني شرطة المحافظة يقولون البيت مال وزارة الداخلية والريده، وانا وين اروح وانتم واحنا بهذا الظرف الصعب؟ اولادي كلهم يشتغلون عمال، لا موظف ولا احد بيهم، يعني حالتهم ضعيفة جدا، وتعرف الحال يعني بهالظرف هذا صعب، وين يروحون؟ زين اخلي النساء وجه الاطفال بالشارع؟ ضايق تقبل انت؟ انا ما يهمني، بس وين اروح؟ يعني تقبل يريدون مركز الشرطة هو منطقة سكنية، ما يصير مركز شرطة، لكن ما ادري من تدافعهم علي، وارجو ان تخلي مناشدتي قدام أنظارك الطيبة يا حسن الأخلاق.